والسبب في ذلك عدم إدراك أهميتها، رغم أن ندرك أن الصلاة واجبة وعمود الدين، كنا نحفظ، ونحفظ أيضا أن روح الصلاة الخشوع. لكن يقول لك بعض الناس يا أخي نصلي لكن بعد الهم والغم والكآبة موجودة، شوف الصلاة ما أثرت فينا. ولا واحد يقول لك الله يقول أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفلان يصلي مع في المسجد في الصف الأول لكنه يسوي كذا وكذا وكذا، فكيف؟ هنا السؤال، عندما أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين قال قد أفلح المؤمنون الذين، أيوة، قال خاشعون، وصفهم بالخشوع. فإذا نزعت الروح إيش يبقى؟ مثل جسم الإنسان لو نزعت منه الروح إيش نسوي به؟ اندفنا، ما كذا؟ ممكن نخليه اندفنا. فكروا في الصلاة هكذا، مثل واحد جاي يصلي ما متوضي، احنا شفناه انه صلى وقال انا ما متوضي، ايش بيجي في ذهننا؟ صلى ولا ما صلى؟ ما صلى، ما كذا؟ ما صلى، لان نعرف انه ما متوضي، ولا صلاة لمن لا وضوء له. اذا ليش يوم يجي في الخشوع نغفل هذا الامر وننسى ان لو صلينا صلاة بلا خشوع فكأننا لم نصلي؟ ولذلك قال العلماء لك من صلاتك ما أدركت. وإذا ما أدركت منها شيء، بعض المصلين من كبر تكبيرة الحرام يبدأ الشريط، إذا واحد عنده تجارة من دكان إلى دكان، من بضاعة إلى بضاعة، من صفقة إلى صفقة، يخلص حساباته يسلم الإمام، من سلم الإمام خلص هو حساباته في كل تجارة. المزارع نفس الشيء، متى بيهبط القط إلى السوق وكم يسوي وكم كذا ومتى بيسمد، واللاعب نفس الشيء، أمس مغلوبين إن شاء الله اليوم بنغلبهم، إيش الخطة؟ فيبدأ يسوي خطة اللعب أثناء صلاته، من بيكون الهجوم، من بيكون الظهير الأيمن ولا الأيسر. وطالب العلم أيضا، عندي اختبار كذا متى أذاكر؟ عليه يسلم، من سلم انتبه، يجوز؟ بعدين نقول إننا نصلي، هل فعلا نحن نصلي؟ فهذه دعوة لنفسي ولكم لمراجعة أنفسنا في اليقظة العقلية اللي يسميها علماء النفس اليوم، ويدفعوا لها مبالغ طائلة اليوم في العالم الغربي، نتكلم عن آلاف دولارات من أجل أن يدربوهم. والله سبحانه وتعالى جعل لنا في الصلاة اليقظة العقلية التي تؤدي إلى ما قاله علماء النفس، الصحة النفسية، انخفاض القلق والاكتئاب، زيادة الإبداع والإلهام إلى آخره. ولو تأملنا حديث واحد من لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خبرنا أصلا قبل أن يخبرونا علماء النفس، إيش قال حال بلال؟ أرحنا بها، ما كذاك؟ أرحنا بها يا بلال. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جعلت قرة عيني صلاة، الراحة النفسية إذن في الصلاة. الله الرسول قالنا قبل ذلك أن الراحة النفسية في الصلاة، لابد ان نجعل فعلا انها هي مصدر للراحه. وتاملوا جيدا، لاحظ الرسول كان ممكن يجلس لكن امرنا بحركات ركوع سجود قيام خضوع الى كذا، ورغم ذلك قلنا فيها راحه. اذا هي ما مربوطه بالجسم، لان لو كان مربوطه بالجسم بيقولنا جلسوا بس، ليش نوقف بعدنا ويطيل علينا الامام يقرا لنا سوره ياسين؟ فهي ما مربوطه الراحه النفسيه بالحركات، هي مربوطة بالروح والعقل. إذا حضر هذا العقل حققت الراحة النفسية. إيش المطلوب؟ أمرين نختم بهم، علمونا أهلنا الصلاة، ما حد ولده كذا وهو يعرف الصلاة ما كذا، وجزاهم الله خير ولهم الأجر والثواب، لكن علمونا الحركات، حركات وقوف ركوع سجود تشهد إلى آخره. نحتاج إلى أن يعلمونا الخشوع، فعلى المربين المعلمين أولياء الأمور المدربين أن يدربوا الناس على الخشوع. كيف يعني؟ هذه عضلة عقلية، العقل عضلة، العقل عضلة تتدرب، مثل ما نروح ما شاء الله نمشي في الشارع مثلا 30 إلى ساعة كاملة يوميا من أجل الصحة هكذا، أو نروح مركز اللياقة أو نروح الملعب أو نروح كذا ومحافظين، ندرب عضلاتنا من أجل ماذا؟ هل من أجل الصحة الجسمية في ذيك اللحظة
ولا من أجل الصحة الجسمية في كل حياتنا؟ في كل حياتنا ما كذا؟ إحنا ما بغينا نكون صحة فقط في النص ساعة أو الساعة هذيك في الرياضة، وإنما لأن هذا ينعكس على بقية حياتنا. هي نفسها درب عضلة العقل على الخشوع، على الخضوع، على التركيز في الصلاة، تتحقق لك الراحة النفسية، تنعكس على حياتك مباشرة. الصلاة هي من نص ساعة إلى ساعة كلها الفرائض، لو خضنا الفرائض كل صلاة تقريبا 5 إلى 10 دقائق بالكثير. فلو دربت نفسك وأتقنت حققت الراحة النفسية في الصلاة، تنعكس مباشرة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسهلة جدا. كيف نتدرب؟ وسائل كثيرة. الفقهاء تحدثوا في بعض كتبهم يقول تتقدم إلى الصلاة، صلي ركعتين أو أربع ثم تجلس. علماء النفس يقول اجلس كذا جلسة تشهد لمدة نص دقيقة، ولا تفكر لا يمين ولا يسار، فكر في اللحظة اللي أنت فيها، استشعر وجودك أنك جالس هنا بين يدي الله سبحانه وتعالى مستقبلا للقبلة، ما تفكر لا يمين ولا يسار، نص دقيقة بس. استمر في هذا التدريب لعدة أيام، كلما راح عقلك يمين رجعة، كلما راح يسار رجعة، لمدة نصف دقيقة ما تزيد. إذا نجحت بعد عدة أيام وفعلا نص دقيقة ما فكرت وما سرحت أبدا، زيدها إلى دقيقة واستمر لعدة أيام، ثم بعد ذلك دقيقة ونص، دقيقتين، إلى أن تصل إلى 5 دقائق. 5 دقائق هي متوسط وقت الصلاة السرية. درب عضلة العقل، إذا نجحت ستتغير حياتك بأكملها. وما بيقول واحد يقول رغم أننا نصلي لكن بعد القلق والاكتئاب والهم والغم والمصائب لا، الله سبحانه وتعالى وحدك. وأيضا ما بنقول أن فلان يصلي لكنه كذا وكذا، لأن بيتحقق فعلا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن بدون ذلك لن نصل إلى تغيير حقيقي في سلوكنا. لأن الصلاة، ولهذا الله سبحانه وتعالى ورسوله قالوا أن أول ما يسأل عنه العبد الصلاة، فإذا قبلت قبل سائل عمل. ليش؟ لأنها أساسا هي أداة للتغيير الحياة كاملة، وإنما بيخليها الله سبحانه وتعالى ورسوله المفتاح للقبول أو للرفض. والنقطة الثانية التي أختم فيها دعوة للباحثين وللعلماء وللمتخصصين، الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى وأنه روح الصلاة وأنه أساس من صفات المؤمنين، هذا قبل أكثر عن 1443 سنة، لكننا كمسلمين متخصصين وعلماء وكتاب وباحثين لم نقدمه إلى العالم، لم نقدمه إلى الأمة، إلى الناس. جاي اليوم في آخر 20-30 سنة الغرب قدموه لنا بهذا المسمى، وأصبحنا حتى من المسلمين ندفع له أموال طائلة. طبعا ما بيسميه الخشوع، ما يربطوه بالصلاة، لكن هو ليس مقتصر على العقل، بل حتى الحركات اللي يديوها في التمارين هذه طبق الأصل للصلاة. في المحاضرة اللي أشرت إليها في 2013 العالمة البريطانية عندما وصفت اليقظة العقلية، وكنت أول مرة أسمعها بمفهومها الغربي، وصفت الصلاة كما نفعلها من حركات ومن تركيز ومن خضوع. فبعد ما انتهت قلت لها هذا اللي قلتيه إحنا موجود عندنا قبل 1400 سنة، لكن مشكلتنا إحنا إن ما نقدم ما هو موجود لدينا. اليوم العالم متعطش لما هو موجود في التشريع الإسلامي، في الحضارة الإسلامية. نسمع سماحة الشيخ المفتي وغيره من علماء الأمة يعني يطالب المسلمين أنهم يقدموا النموذج الاقتصادي الإسلامي لإنقاذ الأمة، يقدموا النموذج الاجتماعي الذي سبق حقوق الإنسان وسبق كل شيء من أجل الحفاظ على يعني حياة الناس، يقدم الدستور الإسلامي في الحروب والتعامل مع الأسير ومع الحرب، مع المرأة، مع الشجرة، مع الشيخ، من أجل أن يكون ينقذ هذه الأمة أو العالم. وهكذا نطالب في كثير من القضايا المذكورة في القرآن مثل الخشوع في الصلاة. لو كنا قدمناه لأصبحنا مش فقط دعاء لليقظة العقلية، وإنما دعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الذي يتدرب سيجد فائدته ونربطه بالإسلام، فيدخل كثير من الناس إلى الإسلام لأنهم سيستشعرون الراحة النفسية التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم.